في الرجال ونحب بالأريان ونخدم بالأمانة ونضيف الغرباء حرين في الروح عابدين الرب صابرين في الدين مواظبين على الصلاة فرحين في الرجال ونحب بالأريان ونخدم بالأمانة ونضيف الغرباء مهتمين مع بعضنا شر بشر ونبارك على الذين يضطهدوننا لا نغلبه بالشر بل نغلبه بالخير لا نكون حكما عند أنفسنا لا نجازي كل واحد عن شر بشر ونبارك على